اوفر فيو راح ناخذ على الموضوع والتقسيمات مالتهم. بلش بالبيتا لاكتم انتي بايوتكس اللي هي البنسلين وسيفالوسبورين، وراح ناخذ البيتا لاكتاميز انهبيترز واذر ايجنتس، اذر سيل وول انهبيتر ايجنتس واذر سيل ممبرين انهبيتر ايجنتس. هم راح ناخذ التفاصيل مالتهم جراجولي بنمر من خلال المحاضره. الانتي مايكروبيال دراجز قلنا تصنيفها صنفناها على اساس الكيميكال ستراكشر مثل ما اخذنا سابقا، والاكتيفيتي والميكانيزم يعني الاكتيفيتي اجينست المايكرو اورجانيزم سواء انتي بكتيريال انتي فانجل انتي فيروس اند سو اون. واليوم راح نمشي على اساس الميكانيزم اوف اكشن. الميكانيزم اوف اكشن مالت الانتي بايوتكس، هنا تشوفون انه اكو اكثر من ميكانيزم اوف اكشن من البروتين سينثيسيس انهبيتورز. قسم اشتغل على النيوكليك اسيد سينثيسيس يثبط لنا اياها، قسم هسه اليوم راح ناخذ السيل وول سينثيسيس انهبيتورز والسيل ممبرين انتجريتد ديسربترز والميتابوليك باث واي انهبيتورز. اليوم راح نبلش مثل ما قلنا بالمجموعه السيل وول سينثيسيس انهبيتورز. جدار البكتيريا اللي يحميها واللي ضروري هذا الجدار على مود تعيش البكتيريا وما تموت، لقوا انه هذا الجدار قد يكون تارجت لبعض انواع من الانتيبايتكس. هاي الانتيبايتكس سموها سيل وول سينثيسيس انهبيتورز. عندنا نوع من البكتيريا مثل ما اخذنا سابقا بالمحاضره السابقه الجرام نيجاتيف والجرام بوزيتيف، وعرفنا انه الجرام نيجاتيف والجرام بوزيتيف عن طريق الستيننج، واحد ياخذ اللون الفايولت البيربل لانه هذا اللون البنفسجي، راح البوليبيبتايد او البيبتايد او جلايكانز هذا الممبرين او لاير راح يكتسب اللون فيكون لونه يحافظ على اللون نفس اللون مات الصبغه اللي هو اللون البيربل، وهذا ما راح يكتسب اللون فيصير لونه بينك. شوفون انه الفرق بين الجرام نيجاتيف والجرام بوزيتيف هو الاوتر ممبرين، يعني اكو ممبرين اضافي خارجي للجرام نيجاتيف يعني اوتر ممبرين. هذا الاوتر ممبرين از لينكد باي لايبوبروتينز تو ا ثين لاير اوف بيبتايدوغلايكان. هنا البيبتايدوغلايكان لاير مالت الجرام نيجاتيف ارفع من الجرام بوزيتيف، الجرام بوزيتيف اثخن يكون ثيكر، لذلك هو الجرام بوزيتيف هي ريتين ذا ستين اللي هو بيربل كلر. الجرام بوزيتيف هنا أنا هم راح نمر عليها gradually as we take the mechanism of action مالتها. الجرام بوزيتيف انه many interconnected layers مالت البيبتايدو جلايكانز وما عندها اوتر ممبرين لاير مثل ما نشوف بالنسبه للنيجاتيف ما بها اوتر ممبرين، وهذا يعطينا انه السهوله اسهل من يعني دخول الدرج بالجرام بوزيتيف اسهل من الجرام نيجاتيف بسبب عدم وجود الاوتر ممبرين. البيبتايدو جلايكانز هذه بنفسجيه تعطي الخليه their rigidity الصلابه وبروتكتيف، يعني they give their cells their rigid and protective qualities. هذه تتالف يعني نشوف انه من جلايكان تشينز، نوع من انواع الجلايكانز. السلايد اللي ورا شوفون هنا هاي الجلايكان تشينز، هذه التشينز تتالف من الان اسيتايل الان اسيتايل جلوكوز اللي هو اور ان اسيتيل جلوكوز والان اسيتيل اميوراميك اسيد اللي هو النام، والاوليجو بيبتايدز اللي هي شورت بيبتايد تشينز اللي تربط هذني النام مع بعضها، ويعني كانه ساعد على تكامل هذا الغشاء مالت الخليه البكتيريه. والبايوسينثيسيس مالت البيبتايدوغليكان يعني صناعه البيبتايدوغليكانز هذني is mediated by transpeptidase enzymes. Transpeptidase enzymes على تسموها DD transpeptidase enzymes على الامينو اسيدز، لان هي مجموعه من الامينو اسيدز مصطفه مع بعضها، وكذلك تدعى يسموها البنسلين بايندنج بروتينز اللي هو هنا التارجت مال البنسلين، لانه هو التارجت مال البنسلين سموها بنسلين بايندنج بروتينز اللي هي كاتالايز الفاينل ترانسبيبتايدز رياكشن اوف
binding. يعني هذا الترانسبيبتايديز هو نوع من انواع البكتيريال انزيمز اللي يسوي كروس لينكج ويا هاي البيبتايدو اجلايكانز تشينز حتى يسوي لي فورم هذا الريجيد ستراكشر مالت الخليه. يعني هسه نشوف انه مرات يعني هذا البيبتايدو اجلايكان اكو بعض انواع من الامينو اسيدز يسموها دي الانين، دي الانين هذه بالفاينل ستيب موجوده، ونشوف انه الميكانيزم اوف اكشن مالت السيل وول سينثيسيس انهبيترز شلون يشتغل عليها وشلون يمنع عن تكوين السيل ممبرين. طبعا هذا الستركتشرنج مالت الجرام بوزيتيف الجرام نيجاتيف ومالت البكتيريا هذا يونيك للاورجانيزم المايكرو اورجانيزم، يعني ما موجود هذا التركيب بالهوست. لذلك نشوف سلكتيف توكسيسيتي مالت السيل وول سينثيسيس انهبيترز يستهدفن البكتيريا فقط بدون ما يستهدفن الهوست. تقسيم مالت البيتا لاكتم انتيبايوتكس اللي هي نوع من انواع السيل وول سينثيسيس انهبيترز، البيتا لاكتم انتيبايوتكس تنقسم الى البنسلينز وجماعتها والسيفالوسبورينز والجنريشنز مالتها والكاربابينمز والمونوبكتمز. هذني البيتا لاكتمز قلنا نوع من انواع السيل وول سينثيسيس انهبيترز، ليش سموها بيتا لاكتمز؟ لانه يحتوي على يونيك بيتا لاكتم رينج اللي شابه سبستريت فور ذا بنسلين بايندينج بروتين. هذه البيتا لاكتم رينج كانه تخدع البنسلين بايندينج بروتين حتى ما يقوم بدوره الصح على مود يبني السيل وول. فشي تخلي؟ تخلي البنسلين بايندينج بروتين اللي هو التارجت مالتها ما يعني غير فعال في عملية صناعة البكتيريا السيل وول. ومن ما صنعت البكتيريا لذلك راح تصير البكتيريا exposed vulnerable وتتعرض للموت، يعني يصير bacterial death bacterial cycle. وقلنا هذا selectivity of the bacteria للبكتيريال سيل وول ما يستهدف يعني يونيك يكون للبكتيريا only not the mammals mammalian cells. الماميليان سيلز ما تحتوي على هذا التركيب وهذا النوع من انواع selective toxicity. حتى يكون maximally effective inhibitors of cell wall synthesis require actively proliferating microorganisms. They have little or no effect on bacteria that are not growing and dividing. يعني معناته انه حتى يكون فعال ليشتغل الانتيبايوتيك بهاي الميكانيزم اوف اكشن لازم تكون البكتيريا في حاله من المايكرو بروليفريتنج، المايكرو اورجانزم بروليفريتنج على مود موجود هذا البنسلين بايندينج بروتين كانه يشتغل يوصل يعني صناعه السيل وول للخطوه الاخيره يجي البنسلينز يمنع عن هذا الشيء وبالتالي يمنع عن تكوين السيل وول وبالتالي موت اخر شيء للخلايا. فاذا البيتا لاكتم رينج اللي هو موجود ستراكشر اساسي كانه المولكيول البنسلين مولكيول او نيوكليوس اللي موجوده بالستراكشر مال هذا الدواء هي ضروريه على مود ينطيني الانتي بكتيريال اكتيفيتي، مو قلنا مثلا قلنا ينطيني بكتيريسايدال ادراك يعني يسوي ديث للبكتيريا. فالميكانيزم اوف اكشن هسه هنا يعني نلم المعلومات هاي السابقه، they are bactericidal من خلال وجود البيتا لاكتم رينج. شوفون انه هذا البيتا لاكتم رينج اللي هو نوع من انواع السايكليك امين رينج اي بي بيتا لاكتم رينجز، هذا يونيك ذيس از ابنسلين نيوكليوس موجوده بكل انواع البيتا لاكتم انتيبايوتكس. الاختلاف راح يكون بالار ار 1 ستراكشر حسب الحجم مالتها وحسب نوعها راح يعني يصير هل تابع هو للبنسلينز هل تابع للسيفالوسبورينز and so on. فالنيتشر اوف ذا ار جروب ديترمينز ذا دراج ستابيليتي تو انزيماتيك اور اسيديك هيدروليسيس اند افكتس اتس انتي بكتيريال سبيكترم. الانترفيرنس قلنا باللاست ستيب مال بكتيريال سيل وول سينثيسيس يسموها ترانسبيبتايديشن اور كروس لينكج قلنا ينتج بالسيل لايسيس بطريقتين تدمير للخليه عن طريق الاوزموتيك بريشر راح يرتبط البنسلين بالبنسلين بايندينج بروتين ويثبطه ويمنع يصير ترانسبيبتايديشن اللي هي ضروريه للانتجريتي مالت السيل وول
وراح يحفز لعمليه اللي هي يسموها بكتيريولايتيك انزيم يسوي اوتولايسنس، اللي يسوي كانه هضم ذاتي للبكتيريا اللي تنتج هذا النوع من الانزيمز. They are only effective مثل ما قلنا against rapidly growing organisms. و the beta lactam structure analogs of the D-alanine inhibit the transpeptidase and thus the peptidoglycan synthesis. شوفون هسه هنا ملخص ليش احنا حكينا الدي الانين. نشوف انه هذا يتالف من 5 امينو اسيد بالبيبتايدو جلايكانز، يتالف من 5 امينو اسيد، اخر الاربعه والخمسه دي الانين امينو اسيد. المفروض بصوره طبيعيه راح يجي الترانسبيبتايدز اللي هو البنسلين بايندنج بروتين، راح يوخر لي واحد الخامس هذا الدي الانين ياخذه ويروح، على مود يبقى الرابع يسوي لي شنو؟ يسوي لي كروس لينكج ويا الادجيسنت بيبتايد، وهكذا ينبني السيل وول. الشغل مالت البنسلينز واذر بيتا يعني بيتا لاكتم بنسلينز راح يجي قلنا يخدع عن البنسلين بايندنج بروتين، ما راح يجي يوخر الدي انانين، لا راح يجي يرتبط بالبنسلين بايندنج بروتين يسوي لي انهبيشن، لذلك توقفت اللاست ستيب بالسيل وول سينثيسيس انهبيترز. فالبيتا لاكتم انتيبايتكس قلنا هي سيل وول سينثيسيس انهبيترز. They have similar or the same molecule اللي هي يعني الميكانيزم اوف اكشن مالتها نفس الميكانيزم اوف اكشن. All of them have a beta lactam ring اللي هي cyclic amide ring، وكلهن هن bactericidal. Types of penicillins. اكو natural penicillins واكو يعني هسه راح ناخذ الانواع مالتها. اول شيء نبلش بالnatural penicillins. البنسلينز اخترع هذا الشخص اسم بال 1928، هاي هيك نبذه مختصره عليها، يسموه الكسندر فليمنج. هذا اول من اكتشف الناتشرال انتي مايكروبيال فانجس بالعفن، يسموها البنسلينيوم روبينز، و الاكستراكشن مالتها يسموه البنسلين. بال 1942 يعني بعد حوالي 14 سنه استخدموه بصوره ناجحه في علاج الستربتوكوكس انفكشنز، النوع من انواع الالتهابات اللي سببها الستربتوكوكس. فصار انتروديوس للبنسلين من هذا الشيء. الناتشرال هي البنسلين جي والبنسلين في. بنسلين جي هي البنزايل بنسلينز، والبنسلين في يسموها قد يسموها الفينوكسي ميثيل بنسلين. قلنا obtained from fermentations of the fungus molds of Penicillium the Griseogenum. Most هي widely يعني هي عندها effectivity بس عندها narrow spectrum agent. Least toxic يعني هي التوكسيستي مالت التوكسيستي بروفايل يكون جيد لأنه الجرع يعني يتحملها الجسم. أول هي antibiotic develops and used، أول antibiotic اللي تم تطويرها واستخدامها، بس مشكلة عندي أنه الريزيستنس اللي يصير بسبب هي كان not effective against certain types of microorganisms. هي effective against some of the gram positive and the gram negative كوكاي، وهي تعتبر بدراج اوف تشويس بالجاس كانجرين اللي هو نوع من انواع الانفكشن اللي قد يصيب الامعاء. وعندي السيفلس اللي هو الزهري اللي هو نوع من انواع السكشوال ترانسميتد ديزيز، مرض الزهري. هماتين يستخدمون ال natural penicillins penicillin G أو penicillin V عادة بال treatment مالتها. هي ليش ما تكون effective؟ هي susceptible لبعض أنواع من microorganisms بس ما غير فعالة لأنواع أخرى، لأنه هاي الأنواع تنتج البيتا لاكتاميزز. من اسمها بيتا لاكتاميزز يعني الإنزيمات اللي تضرب لي البيتا لاكتام رينج اللي هي قلنا essential for the beta-lactam antibiotics activity.
هذه البنسلينز ما عندها فعاليه ضد ال يعني احنا قلنا هاي سبيسيفيسيتي للبيبتايدوجلايكان والسيل وول. اكو بعض انواع المايكرو اورجانيزمز ما عندها هذا السيل وول، مثل مايكروبكتيريا، البروتوزوا، الفنجل، فيروسات، ما عندها هذا السيل وول، لذلك تروح خاصه لشغلها يكون خاص على البكتيريا اللي تحتوي هذا النوع من السيل وول على مود يسوي له تثبيط. استخدموها بالمنينجايتس، بالسحايا، بالفارنجايتس، التهاب البلعوم، الجونوريا، اند السيفلس مثل ما قلنا. البنسلين جي لانه هو غير ثابت، اذا انطيته اني عن طريق الفم يتدمر بسرعه، يصير له ديجريديشن، لذلك هو موجود اورالي ابرنترلي، يعني ينطو عن طريق الابره. البروكاين اند بنزاتين فورمز اوف بنسلين جي ينطوها اي ام اند هاف لونج بلازما هاف لايفز. واي؟ The active drug is released very slow into the blood. يعني عنده slow lower solubility، لذلك زادت يعني شوي شوي جاي يتحرر، وبالتالي يزيد الشغل فترة الشغل مالته. بنسلين V يكون أكثر stability مالته بالحامض، لذلك هو أقدر أنطيه orally. يعني أنا مرات الأدوية ليش أتجنب أنطيها orally؟ لأنه إذا توقعت أنه يصير بي يعني degradation أو metabolism سريع عن طريق الأورال بحيث ما أستفاد من عندك، لذلك لازم أختار روت بديل آخر للشغل مالته. عندي نوع آخر من تايب آخر من البنسلين سموها أمينو بنسلينز، اللي هي المعروفة بالأموكسيسيلين والأمبسيلين، هذني معروفات عندنا. عندهم السبكترم اوف اكتيفيتي يكون اوسع من البنسلينز، وطبعا هي بكتيريسايدال مثل ما قلنا. عندهم مور افكتيف اجينست جرام نيجاتيف، يعني الكفرج يكون اوسع. الاكل، وجود الاكل راح ياثر على البايو افيلابيلتي مالت الامبسلين، لذلك الامبسلين يعني ياخذونه على معده خاليه، بينما ما ياثر الاكل على الاموكسيسيلين. استخدامهن يستخدمون بالمننجايتس كذلك، باليو تي اي التهاب مجاري بولية، الجاسترايتس التهاب المعدة، الالسرز بالنسبة للقرحة، السانسايتس بالنسبة للجيوب الانفية، الاوتايتس التهاب الاذن، اند كذلك بالرسبيراتوري انفكشنز اللي سببها النيمونيا. اموكسيسيلين كذلك ينطوه بصورة وقائية بالدنتستس، يعني قبل الدنتست ان هاي ريسك بيشنتس على مود اتجنب البكتيريال اندوكارديتس اللي تصير. واكو بعض انواع من الاموكسيسيلين والامبسيلين يخطوها ويا ماده اخرى على مود احميها من البيتا لاكتاميز، اللي هي قلنا تضرب لي البيتا لاكتاميز. هذه المواد اما تكون كلافيولانيك اسيد اللي يرتبط ويا الاموكسيسيلين اللي ينتج لنا الاوغمنتين معروف بالسوق، او السولفاكتم اللي هو يرتبط ويا الامبسيلين وينطيني هماتين تاثير انتي بكتيريال يكون اطول ويحمي الاموكسيسيلين او الامبسيلين من الديجريديشن عن طريق البيتا لاكتاميز. مثلا هسه مثال انه without the beta lactamase inhibitor هذا ال MSSA اللي هي الميثيسيلين susceptible بكتيريا، هي نوع من انواع البكتيريال سترينز الحساسه للميثيسيلين، is resistant to ampicillin and amoxicillin، يعني هنا لانه ما راح يعني يشتغل عليها هذني، بينما اذا خبطته ويا هذني لا راح يشتغل اكثر، يعني اقدر استخدمه بهذه السترين. Both agents are available as orally and parenterally preparations، موجود على شكل كباسيل، موجود على شكل شراب، موجود على شكل اوبا. اكو بكتيريال سترين اخر يسموه ميثيسيلين ريزيستنس ستافيلوكوكس ايرس، هاي عندي مشكله تسبب لي بالمجتمع، مشكله تسبب لي بالمستشفيات، لانه راح تسبب لي اكوايرد انفكشن، نوع من انواع الريزيستنت تو اول كوميرشيالي افيلابل بيتا لاكتام انتيبايوتكس انكلودنج انتي ستافيلوكوكس بنسلينز. يعني هذا نوع من السترينز مو الام اس اس اي، الام ار اس اي اللي هي ميثيسيلين ريزيستنس ستافيلوكوكس ايرس، هذه يكون مقاومة لأغلب الأنتيبايتيك الموجودة بالسوق، هاي كلش خطرة، لذلك يصير انتقاء نوع من أنواع الأنتيبايتيك اللي يشتغل عليها. صراحة نأخذها example الفانكوميسين.
الانتي ستافيلوكوكال بنسلينز اللي هي الميثيسيلين النافسيلين اوكساسيلين اند دي دايكلوكساسيلين، هذني يعني يسموهن بيتا لاكتاميز اور بنسلينيز ريزيستنس، يعني البكتيريا اللي تنتج لي الانزيم اللي يضرب لي البيتا لاكتام رينج ما تاثر على هذا الجروب مالت الانتي بايوتيك. عندها فيري نارو سبيكتروم، يكون خاص لي ريستريكتد فور تريتمنت اوف انفكشنز مالت البنسلينيز برودوسينج ستافيلوكوكس ارس انكلودينج ذا ام اس اس اي، لذلك استخدمها بصوره اونلي اند برايمرلي ان تريتمنت اوف نون اور سسبكتد ستافيلوكوكال انفكشنز مثل اندوكارديتس والنيمونيا والام اس اس اي، وما عندها اي اكتيفيتي اجينست جرام نيجاتيف انفكشنز. All these agents are available as parenteral preparations مع عدا الدايكلوكساسيلين available orally. ملاحظة مهمة، بسبب التوكسيسيتي مالت الميثيسيلين فضلوا انه بعد اللي هي شنو السبب له نيفروتوكسيسيتي تضرب لي النفرون، لذلك انا ما افضل استخدام بعد يعني شالوه بعد من الاستخدام ك يعني تريتمنت وخلوه بس بالمختبرات على مود يعرفون يا سترين من البكتيريا هل هي ميثيسيلين سسبتبل لو ميثيسيلين ريزيستنت ستافيلوكوكس ارنس. مجموعة أخرى يسموها الأنتيسيدومونال بنسلينز. نعم، الأنتيسيدومونال بنسلينز اللي هي مجموعة البيبراسيلين هذين يكون عندهم وايدر سبيكترم اوف اكتيفيتي خاصة ضد السيدوموناس ريوجينيز أورجينوزا اند اجينست ماني جرام نيجاتيف باسيلاي بس مو ضد الكليبسيليا. فهي اكتيف اجينست سيدوموناس أوريجينوزا. Available as parenteral only لأنه ما أقدر أنطيها orally بسبب الـ degradation بالـ GIT. البيبراسيلين هو الـ most potent one، وهم نفس الفكرة مالت الأموكسيسيلين والأمبيسيلين هم يخبطوها ويا البيتا لاكتاميز inhibitors مثل الكلافيولانيك أسيد والثازوبكتام respectively على مود أزيد الأنتيبكتيريال سبيكتروم مالت هاي الأنتيبايوتكس واحميها من البنسلينيز والبيتا لاكتاميز producing organisms. ملاحظه مهمه، البيبراسيلين والتازوبكتام provides coverage against E. coli وبكتيرويدز فراجيلاس اللي هي نوع من انواع الجرام نيجاتيف organisms. استخدامها بال UTI، ال UTI قد يكون مسبب لها هو الـ E. coli مسبب رئيسي لالتهاب المجاري البوليه، لذلك نقدر نستخدم هذه المجموعة بهذه الحالة. فشوفون أنه هذا يعني فيجر سريع stable to acidic، يعني ما دام هو stable للأسيد أقدر أنطيه orally اللي هي بنسلين V والدايكلوكساسيلين وهذني الأمبسيلين والأموكسيسيلين وهذا الكومبينيشن مات الأموكسيكلاب، وهذني stable to بنسلينيز يعني البنسلينيز أو البيتا لاكتاميز ما يقدر يضرب البيتا لاكتام رينج، يكون محمي الدواء محمي من هذا الانزيم من خلال استراتيجيه الكومبينيشن اللي هي مثل ما قلت لكم، ومن خلال هي اصلا جماعه الانتي ستافيلوكوكس جروب هي بحد ذاتها يكون محميه. الابزوربشن عاده البنسلينز they are incompletely absorbed after oral administration. قد يكون هذا الـ incomplete absorption يسمح لهذا الدواء يوصل و act locally. قد يستخدمونه مثلا بالـ treatment مالت الـ H. pylori، جزء من السيستم مالت الـ H. pylori اللي موجودة تسبب لي القرحة، يعني يستخدمون triple therapy على مود يروح يضرب البكتيريا اللي موجودة بوين مكان السبب للقرحة. Absorption مات البنسلينيز resistant benzylenes is decreased by food مثل ما قلنا تأثير الغذاء عليها. Because ليش صار تأثير الغذاء؟ الغذاء بوجود الفود الgastric emptying time راح ياخذ وقت أطول، وهذا راح يعرض الدواء للأسيدك environment اللي موجود بالمعدة ويعرضه للdestruction، راح يدمر بسبب طول بقائه في هذا الوسط الحامضي اللي ما يقدر يستحمل الدواء وما يوصل مثلا للأمعاء اللي هو مكان امتصاصه. لذلك أنه هذه الأدوية اللي تتأثر بهذه الطريقة تتأثر بوجود الغذاء مثل الأمبسيلين
أفضل أنه آخذ هذا الدواء قبل نص ساعة إلى ساعة قبل الأكل أو ساعتين إلى 3 ساعات بعد الأكل. زين الديستريبيوشن مالته، الديستريبيوشن مالت البيتا لاكتام انتي بايوتكس ثرو اوت ذا بودي كلها تعبر البلاسنتال بارير المشيمه، ما لحد هسه ما لقوا عندها تيراتوجينيك افكت على الفيتوس. البنتريشن لبعض الاجزاء المكانات اللي هي قلنا اكو بارير خاصه بها حتى توصل، مثال عليها هو الدماغ البلود برين بارير والسيروبروسبينال فلويد. هنا بصوره طبيعيه يعني اذا الهاي سيرتن سايتس يكون انسفيشنت فور ثيرابي، مع في حاله واحده الا اذا صار عندي انفلاميشن، اذا صار عندي التهاب راح يزيد البنسلين بنتريشن لهذه السيربروسباينال فلويد، يعني انكريز انفلاميشن انكريز بنتريشن. شوف انه هنا بهذا الفيجر هنا عندي البنسلين in the cerebrospinal fluid ضد الـ hours after administration of penicillin. نشوف أنه 10 days هذه ماكو inflammation، الـ 5th day من صار عندي inflammation يعني بحالة المننجس أو المننجيتس زاد الـ permeability penetration of the drug into the cerebrospinal fluid، وبالتالي أقدر أستخدمها بعلاج هذا النوع من الالتهابات اللي هو السحايا. الاكسكريشن مالتها عادة هي معظم البنسلين تنطرح عن طريق الكدني، فمن يجي بباله انه ما دام الدواء ينطرح عن طريق الكدني اذا صار عندي رينال ديسفانكشن معناته انه راح يصير عندي ديفكت بالتخلص من هذا الدواء، فلذلك راح يزيد التوكسيسيتي مالته ويزيد السايد افكت مالته، ولذلك لازم اصير ادجستمنت للدوزج ريجيم او استخدم انتيبايتيك بحيث ما ينطرح عن طريق الكدني، مثلا عن طريق الليفر ينطرح على مود تتخلص من هاي المشاكل اللي تصير بسبب عدم فعالية الكلى او الجهاز البولي ما يشتغل بصورة طبيعية، وبالتالي اكسكريشن ما راح يتم بصورة طبيعية. البروبنسايد اللي هو يعني نوع من انواع الادوية اللي تزيد لي افراز اليوريك اسيد بالادرار واستخدمها بالجوت اللي هو داء الملوك او النقرس او بحال زياده مات اليوريك اسيد، شو يسوي هذا؟ هذا يمنع البنسلين سكريشن من خلال يعني كومبيتيتيف بالتيوبيولز مالت الكدني، وبالتالي راح يزيد البنسلين وجوده راح يبقي يعني كانه يمنع خروجه من الجسم. هذا كانه نوع من انواع اكزامبل على دراج دراج انتر اكشن يصير، يعني واحد مثلا هو عنده داء النقرس ودا ياخذ البروبنسايد على مود تخلص من اليوريك اسيد، لازم اخذ بنظر الاعتبار انه هذا البروبنسايد راح يقلل لي خروج البنسلين، فمعناته الهاف لايف مالت البنسلين هم قد يزداد وعندي ريسك مال التوكسيسيتي مالت الجروب هذا. لذلك يعني لازم اسوي ادجستمنت دوزج ريجيم شود بي ادجستد. The نافسلين والدايكلوكساسلين والاوكساسلين they are exceptions، يعني شنو؟ They are not eliminated by the kidney. يعني معناته ماكو هذا التداخل بين البروبنسايد وبين هذا الجروب، لأن هذني يكون eliminated مثلاً عن طريق البايل، عن طريق الليفر وبالتالي يروح للفيسس. The penicillins كذلك تنطرح عن طريق البريست ميك. الأعراض الجانبية أشهر أعراض أشهر سايد إفكت معروف هو الحساسية للبنسلين. طبعاً هذا هو أهم واحد. واشهر واحد تتراوح انه من حكه بسيطه الى الانجيو اديما اللي هو نوع من انواع التورم بالاوعيه الدمويه، سواء كان هذا التورم باللبس بالشفه باللسان او حوالين العينين للانافلاكسس شوك حسب الحاله مالته. وهذا الالرجي قد ينتقل من مجموعه الى اخرى يسموها كروس الرجيك رياكشنز بين بيتا لاكتام انتيبايتيك وبين الاخر، يعني قد يكون واحد هو ما ماخذ مثلا هو عنده حساسيه من البنسلين، مثلا عنده حساسيه من الاموكسيسيلين اللي هي مجموعه من البنسلين، قد يكون عنده حساسيه من السيفالوسبورين اللي هو غير جروب بنسلين، سمو كلوس اكروس الرجيك رياكشن. بالنسبه للجي اي تي الاسهال هو الكومون بروبلم يصير عنده،
وقد يصير عندي سوبر انفكشن مثل ما اخذنا بالمحاضره السابقه اللي هي سببها الكلوستريديال ديفيسل، نوع من انواع الجرام بوزيتيف مايكرو اورجانيزم. اعراض اخرى اللي هي النيفروتوكسيسيتي مثل الميثيسيلين، لذلك الميثيسيلين ما استخدمها. النيوروتوكسيسيتي اللي هي عادة تصير على شكل سيزرز، هذه نوع من حالات الصرع، تسوينا تفاقم الصرع يعني إذا very high concentration مالت الدراج is reached. راح تأثر على الكواجوليشن، يعني يصير عندي نوع من أنواع البليتلت ديسفانكشن يسموه هيماتولوجيك توكسيسيتي. may be observed هاي بالحالة البيبراسيلين، تيكارسيلين، and نابسيلين. Some extent to the penicillin G. وعندي كاتايون توكسيسيتي، الكاتايون توكسيسيتي يزيد لي افراز البوتاسيوم والصوديوم. يعني البنسلينز مو انطيها يعني عن طريق دوزج فورم معين، سواء عن طريق شراب او كبسول او ابره، هذا يكون على شكل سولت. هذا السولت يعني يحطوها مع الصوديوم او البوتاسيوم على مود يقدرون يسوون دوزج فورم على شكل كبسوله او على شكل شراب او شيء. فاذا واحد اخذ جرعه عاليه من هاي بسبب الصوديوم اند بوتاسيوم راح يصير عندي كات ايون توكسيسيتي، الشحنات الايونات ذات الشحنات الموجبه اللي هي مصاحبه بالتركيب مالتها للبنسلينز. انتي بكتيريال سبيكتروم، الانتي بكتيريال سبيكتروم يعتمد على الابيليتي مالت الانتيبايتك يعبر البيبتايدوغلايكان سيل وول وبالتالي يوصل للبنسلين بايندنج بروتينز. العوامل اللي تاثر الحجم، الشحنه، والهايدروفيليسيتي، الهايدروفوبيسيتي مالت البارتيكولار بيتا لاكتم انتيبايتك. يعني شنو الهايدروفوبيسيتي؟ يعني خلينا نقول هايدروفوبيك، يعني لايبوفيليسيتي يعني النافر للماء. كل ما كان الليبيد سوليبيلتي اكثر، سهوله اكثر للعبور. نشوف انه الجرام نيجاتيف اكو اوتر، مثل ما قلنا اوتر ممبر، هنا الجرام، نرجع لهذا الفيجر اللي هو مثل ما اخذناه سابقا. الجرام نيجاتيف يحتوي على اوتر ممبرين ويحتوي على انر ممبرين، هذا راح يحد لي من حركه الانتيبايتك دخوله وخروجه. لذلك اكو بورينز خاصه للووتر سوليوبل بنسلينز اللي هي يسموها ووتر فيلد شانلز اللي تسمح بمرور البنسلين من خلالها. بينما بالجرام بوزيتيف بسبب ما موجود هذا الاوتر سيل ممبرين يكون سهوله بالمرور مالته. الانواع ما ريزيستنت مثل ما اخذنا سابقا انه اما ناتشرال بصوره طبيعيه او اكوايرد بنسلين اذا صار نقل للشفره الوراثيه بلازمي ترانسفير من سترين الى اخر، وبالتالي راح يصير عندي يسموه اكوايرد ريزيستنت. حاله الريزيستنت هنا شلون تصير؟ البيتا لاكتاميز برودوسينج، يعني عندي نوع من انواع البكتيريا اللي تنتج لي البيتا لاكتاميز، قلنا تضرب لي هذا الرينج اللي هي البيتا لاكتام رينج. لذلك فكروا انهم يخطوهن ويا البيتا لاكتاميز انهبيترز واتخلص من هذه المشكله. الميكانيزم اوف ريزيستنس هذه البيتا لاكتاميز مثل ما شرحنا سابقا، الديكريز البيرميابيلتي ما يقدر يعبر الانتيبايتيك من خلال السيل ممبرين وما يوصل للتارجت مالته، واكو نوع من انواع الافلكس بامب همتين الطارده لدخول الانتيبايتيك الى داخل الخليه ويشتغل من خلالها. اكو يصير مرات موديفيكيشن للبنسلين بايندنج بروتينز بحيث ما عندها هاي الافينيتي للارتباط بالبيتا لاكتام انتيبايتيك، وبالتالي بهيج حاله ما راح يصير شغل، يعني الانتيبايتك ما راح يشتغل، ما راح يمنع السيل وول سينثيسيس انهبيتر. يعني التراكيز المطلوبه راح تكون بعيده المنال، ما راح توصل بشكل كافي على مود يصير لي انهبيشن البكتيريال جروث. هذه الطريقه من الريزيستنت، هاي الميكانيزم مال ريزيستنت صارت بالميثيسيلين ريزيستنت ستافيلوكوكس ارس اللي هي قلنا يعني resistant to most of the commercially available beta lactams. نشوف هسه هنا بالحاله الطبيعيه البكتيريا resistance، البكتيريال سيل وول،
يكون مثلا الانتيبايتيك يجي يعبر البكتيريال سيل وول ويرتبط بالبنسلين بايندينج بروتين ويمنع الجروث مالت السيل وول باثوي، يعني يصير ديستربشن اوف ذا سيل جروث. هنا انا 3 ميكانيزمز اوف ريزيستنس altered permeability ما راح يطب، راح يصير عندي هنا production of beta lactamase راح يحلله للانتيبايوتيك قبل ما يوصل التارجت مالته، وهنا راح يصير alteration or modification للتارجت بحيث ارتبط هو بحيث الافينيتي مال التارجت راح تتغير راح تقل، والدوز مالته او الكونسنتريشن ما راح يكون فعال على مود يصير لي binding للبنسلين binding proteins ويصير disruption لل cell growth. المجموعة الأخرى يسموها cephalosporins هي أهم نوع من أنواع البيتا لاكتم antibiotics. why؟ لأنه تحتوي على هذا cyclic amide ring اللي هو البنسلين nucleus. cephalosporins هي عادة bactericidal in activity. They are derivative of the 7-amino cephalosporic acid. ذلك يسموه cephalosporins. They are closely related to the penicillins, يعني structurally and functionally, يعني حتى بالميكانيزم of action. والمثيسيلين resistant staphylococcus هم ماتين ما تشتغل على cephalosporins ما يشتغل عليها. السبكترم قسموا السيفالوسبورينز الى جنريشنز من الواحد للخمسة depending on the bacterial susceptibility patterns and resistant to the beta lactamases. ملاحظة مهمة، الانتيروكوكاي هي نوع من انواع الجرام بوزيتيف كوكاي اور بكتيريا، they are inherently resistant to all cephalosporins، يعني بصورة from the generation to generation راح يصير resistant to all، يعني معناته السيفالوسبورين ما راح يشتغل على الانتيروكوكاي الجرام بوزيتيف كوكاي. الفيرست جنريشنز مال سيفالوسبورينز، اول جنريشن تم اكتشافه انه لقوا السبكترم اوف اكتيفيتي مالتها ضد الستافيلوكوكس بنسلينيز producing بكتيريا بما ضمنها الام اس اس اي، مو الام ار اس اي، الام اس اس اي اكتيفيتي اجينست ديفرنت تايبس اوف بكتيريا جرام بوزيتيف and gram-negative bacteria. الكلينيكال يوزز مالتها يستخدموها بالمننجايتس وبالنيمونيا، قلنا تصيب الريسبيراتوري سيستم، وبحالات اخرى مثلا يعني الفليبايتس اللي هو التهاب البلعوم، عفوا الفرنجايتس التهاب البلعوم، الفليبايتس هذا التهاب الوريدي مرات يكون ضرر بالوريد. هنا الانتي ستافيلوكوكس بنسلين سبب لهذا الشيء، لذلك بديل إلها good alternative إلها هو ال first generation cephalosporins، واستخدمها بصورة وقائية in selected conditions. عادة يستخدموها بالمستشفى ك prophylaxis treatment. الكيفلكس إذا سامعين به هو أو cephalexin البروتوتايب أول عنصر هنا ال first generation cephalosporin ينطوه كل 6 ساعات orally عن طريق على شكل كبسول على مود اعالج هذا التهاب البلعوم. السكند جنريشن راح يكون تغطية اكثر، يعني من الفيرست جنريشن كل ما تقدمت الجنريشن يكون التغطية تكون مفروض الجنريشن يكون احسن من قبله. السبكترم يكون يعني اكثر compared to the first generation. راح يكون additional gram negative organisms، نشوف انه بالجرام نيجاتيف يكون اوسع. ملاحظه مهمه، السيفامايسينز هذا they are the only cephalosporins with in vitro activity against anaerobic gram negative pathogens like the bacteroides fragilis. استخداماته بحالات ال البروفيلاكسس يوزز بالنسبة للالتهاب التهاب الرنج، مثلا عندي الديفرتيكولاس نوع من انواع التهاب اجزاء من القولون، عندي ذا بيريتونايتس هذا التهاب الصفاق يعني الغشاء المبطن للتجويف البطني يعني غطي الاعضاء في تجويف البطني، وبالنسبة للجيوب الانفية التهاب الاذن،
respiratory infections اللي سببها الاتش انفلونزا والستربتوكوكال بكتيريا والجونوريا اللي هو السالة. نيجي للثيرد جنريشن. الثيرد جنريشن هنا يكون enhanced، يعني عندها اقوى على الجرام نيجاتيف، يكون اكتيفيتي يكون اقوى من اذا نقارنه ويا الفيرست جنريشن، فعندها increase activity against gram negative organisms. السيفتازديم has activity against Pseudomonas aeruginosa بس ما عنده activity against gram positive، فما اقدر استخدمه بالامبيريكال ثيرابي بسبب هذا النارو سبيكترم اوف اكتيفيتي. عندي دراجين اللي هو سيفترياكزون والسيفوتاكسيم، هذول نوعين يعني الكلافوران عندي والسيفوتاكسيم، هذول استخدمهن drug of choice بالتريتمنت مالت السحايا. penetrate the blood brain barrier ما عدا السيفوبيرازون والسيفيكزيم. سيفيترياكزون عدا الهاف لايف مالته طويل هو والسيفيكزيم اللي هو السوبركس اذا سامعين به، لذلك هذا يعني لانه الهاف لايف مالته يكون ياخذ فتره اطول الشغل مالته عدا once daily permit once daily dose. استخدامهم هم استخدموها بالجونوريا وبحالات السيريوس انفكشنز المنينجايتس مثل ما قلنا ماتين بالسبسيز اللي هو تعفن الدم واللايم ديزيز اللي هو نوع من انواع الامراض الالتهابيه اللي هي تبدي على شكل يعني قحه وبعدين صداع وبعدين مفاصل اعصاب يعني يصير عندها كومبليكيشن معين. يستخدموها بالتهاب الاذن الوسطى خاصة ببنسلين ريزيستنت نيموكوكاي، يعني وجدوا انه جرعة واحدة من السيفترياكزون تعادل يعني الشغل مال 10 ايام من الاموكسيسيلين، فيكون يعني الشغل مالته يكون اقوى من غيره. الاورال ثيرد جنريشن سيفالوسبورينز عادة تكون مصاحبة بالسوبر انفكشن، ليش؟ لانه قد تضرب لي مثل ما اخذنا سابقا النورمال فلورا وتعطي مجال للكلوستريديوم ديفيسل على مود يعني تنمو وسبب لي سوبر انفكشن، لذلك they must be used with caution بسبب هذا الكولاترال دامج اللي هو نوع من انواع التدمير الجانبي. الفورث جنريشن عندي عنصر واحد يسموه سي في بيم، هذا ما يعني بس موجود على شكل اوبر لذلك ينطو بارنترلي. السبكترم اوف اكتيفيتي مالته كانه واحد مستخدم فيرست جنريشن زائد ثيرد جنريشن انطانا الفورث جنريشن. عنده وايد يعني انتي بكتيريال سبكترم، يكون كفرج التغطيه مالته تكون اشمل واوسع، بس هذا ما يشمل الميثيسيلين ريزيستنس بكتيريا، بعدنا ما وصلت الميثيسيلين ريزيستنس. السيفيبين كذلك اقدر استخدمه بالريزيستنت بيتا لاكتاميز ريزيستنت بكتيريا اللي مثلا انتيروبكتيريا اللي سبب بكتيريا الانفكشن اللي سببه الايكولاي كليبسيلا نيمونيا الميرابيلس والاريوجينوزا اللي بسبب هذا الوايد سبيكترم اوف اكتيفيتي. نقدر نستخدمه بالامبيريكال كامبيريك ثيرابي بحالات الالتهاب الرئوي اللي سببها النيمونيا. عندي نوفل ايجنت بالفيث جنريشن يسموه ذا سيفتا رولين، هذا السبكترم اوف اكتيفيتي مشابه للفور جنريشن، والميزه مالته انه يشتغل اجينست ذا ام ار اس اي. واي؟ لانه الكيميكال ستراكشر مالته هاز يعني بصوره انجينيرد يعني صمم بشكل بحيث يقدر يرتبط بالبنسلين بايندينج بروتين اللي موجوده بالميثيسيلين ريزيستنس ستافيلوكوكس ايرس، وبالتالي يشتغل بصورة طبيعية، يعني هذا الالتريشن مالت البنسلين بايندنج بروتين ما أثر عليه، الريزيستنس ما أثرت على الفيث جنريشن. الادمنستريشن مالتهم بسبب البور ابزوربشن اورالي يفضلون اعطاها عن بارنترالي، اما اي ام اور اي في، اما اي ام اور اي في. الفود يقلل الابزوربشن مالت سيفالوسبورينز، لذلك افضل اعطائها on an empty stomach. الديستريبيوشن مالتها they do not penetrate the cerebrospinal fluid.
الثيرد جنريشن اتشيف ثيرابيوتيك ليفلز. الثيرد جنريشن هنا مثل السيفترياكسون والسيفوتاكسيم، لذلك افضل استخدامها بالتهاب السحايا بالمنينجايتس اللي سببها اتش انفلونزا. والسيفازولين الافكتيف بالسيرجيكال بروسيجرز، لانه البنتريشن للعظم يكون زين، لذلك العمليات اللي علاقه بالعظام يفضلون استخدام السيفازولين. ومعظم اور اول ذا سيفالوسبورينز تعبر المشيمه. طرح يكون عاده عن طريق الكدني ما عدا نوعين من الادويه يسموها السيفوبيرازون والسيفتريازون. السيفابيرازون هذا ثيرد جنريشن، هو السيفتريازون اللي ينطرح عن طريق البايل وبالتالي عن طريق الفيسز. لذلك الاشخاص اللي عندهم رينال انسفيشنسي اقدر استخدم هذين النوعين من الدواء في علاجهم بسبب طرحهم يكون عن طريق الكبد وعن طريق الرينال. هذا يعني therapeutic advantages مال some of the clinically useful cephalosporins. معظم النقاط اللي موجودة هنا تم ذكرها سابقا بالسلايدات السابقة. السايد افكتس مالتهن حساسية، طبعا حساسية هي يعني معلومات لحد هسه، اللي عنده حساسية من البنسلين هل عنده حساسية من السيفالوسبورينز؟ سابقا كانت هذه يعني عالية النسبة، يعني تتراوح إلى من 5 إلى 8%، وقد يعني الداتا اكو تقترح انه من 3 إلى 5، وهسه وصلوا 1% كروس سنسيتيفيتي. لذلك انه اقدر اني استخدم السيفالوسبور، اذا واحد عنده حساسية من البنسلين اقدر استخدم السيفالوسبورينز باستخدام بسبب هذه النسبة القليلة مالت الكروس سنسيتيفيتي رياكشن. عادة هذا الرياكشن يكون بين البنسلين وبين الفيرست جنريشن سيفالوسبورين مثل ما قلنا الكيبنكس. الاعراض الجانبيه الاخرى هو الالم في مكان حقن السيفالوسبورين، يعني قد يكون هذا الثرومبوفليبايتس افتر اي في ادمنستريشن. وعندي الهايبوبروثرومبينيميا اللي هو نقصان بالبروثرومبين اللي هو ضروري على مود الدراج البلد كوجوليشن، وبالتالي يصير عندي قد يكون حاله البليدنج السيفالوسبورينز، خاصه اللي تحتوي على الان ميثيل تيترازول سايد تشين يمنع البرودكشن اوف اكتيف فيتامين كي، والفيتامين كي هماتين هو ضروري للكواجوليشن بروسيس. اكو اذر بيتا لاكتام انتيبايتكس ما تابع للسيفالوسبورين ولا للبنسلين، هو يسموها الكاربابينمز. الكاربابينمز هذني سينثيتيك بيتا لاكتام انتيبايتكس ديفر بالستركتشر مالت البنسلين. شوف هذا الستركتشر هو يختلف عن البنسلين نيوكليس، بس عنده بيتا لاكتام رينج. هذول الايجنتس اللي موجود بيها والميكانيزم اوف اكشن نفس مالت البنسلين اللي هو يرتبط بالبنسلين بايندينج بروتين. برود سبيكترم، لذلك استخدمه بالامبيريك ثيرابي، وريزيستنت تو بيتا لاكتاميز ما ياثر عليه. الام ار اس اي ما راح تشتغل، ما يشتغل عليه، از ريزيستنت تو ذا كاربابينمز. عندي دراج الايميبينم الرول قلنا هو يعني هنا ذني يستخدمون بالامبيريكال ثيرابي بيكوز اوف ذير برود سبيكترم. الايميبينم بمشكله، الايميبينم بمشكله انه راح يصير له توكسيك ميتابولايت من يروح للكليه، راح يصير له ميتابوليزم وراح يصير له رينال بواسطه انزيم معين موجود بالكليه، لذلك يخبطوه ويا السيلاستاتين حتى يضبط هذا الانزيم ويزيد الانتي مايكروبيال اور انتي بكتيريال افكت مالته. قلنا هذا الكومبينيشن هاي نفسها النقاط بسبب هذا النفروتوكسيسيتي، يعني من الايميبينم راح يصير له ميتابوليزم بالكدني، هذا الميتابولايت يكون هو inactive بس يصير نفروتوكسيك، لذلك يخبطوه ويا السيلاستاتين اللي هو الديهايدروبيبتايديز انهبيتر على مود احمي الايميبينم من الميتابوليزم، وبالتالي راح يقل النفروتوكسيسيتي وراح يزيد الشغل مالته يكون مور سفيشنت. سايد افكت سي ان اس توكسيسيتي سيزر خاصه الايميبينم، والبارشال كروس الرجنسيتي والبنسلين يكون هذا حساسيه
البنسلين لهذول يكون جدا قليله. المونوبكتمز عندي عنصر واحد يسموه الازيتريونام. الازيتريونام عنده نارو سبيكتروم اوف اكتيفيتي، يعني يكون ليميتد 4 جرام بوزيتيف اورجانيزم. يعني اجى واحد للمستشفى وسووا له تحليل ولقوا عنده جرام نيجاتيف، يعني عنده مثلا التهاب مجاري بوليه، وعنده حساسيه قويه من البنسلين، وعنده هذا النوع من البكتيريا اللي هو الجرام بوزيتيف اورجانيزم مثلا. لذلك اقدر استخدم الازيتريونام بهذه الحاله، انطيه بارنترالي اي في اور اي ام، وكذلك اقدر استخدمه بالمننجايتس، لانه المننجايتس اللي سببها العفو جرام نيجاتيف بكتيريا، اللي سببها جرام نيجاتيف لان هو ليميتد تريتمنت جرام نيجاتيف بكتيريا، لان هو عنده لاك للجرام بوزيتيف اورجانيزمز، فيكون اونلي يوز فور جرام نيجاتيف بكتيريا. فيعني حاله المريض اجى للمستشفى شافوا الاعراض مالته مال التهاب مثلا مجاري بوليه، وعرفوا انه سبب الالتهاب هو جرام نيجاتيف بكتيريا، وهو عنده هيستوري مال حساسيه من البنسلين، الدواء المناسب لاستخدامه بهيجي حاله هو الازيتريونام. فشوفون انه هنا هذه الحاله الكاربابينمز شلون انه البيتا لاكتاميز هذا ما راح يتعرف على البيتا لاكتام رينج، فيكون يعني محميه، هذه الرينج تكون محميه، ما احتاجت استخدم البيتا لاكتام انهبيترز. اللي هي هذه مثل ما اخذناها سابقا البيتا لاكتام انهبيترز، قلنا تحمي الدراج البنسلين من التاثير مالت البيتا لاكتاميز، هذه التراكيب المعروفه اللي موجوده حاليا بالسوق اشهرها هو الاوغمنتين. هنا نشوف اكو فرق اذا استخدمت الكومبينيشن او لا. شوفوا ان هنا النمبر اوف فاريبل بكتيريا ضد التايم، انه بكل استخدمتهن وحدهن كانه ما سويت شيء، لانه ما استخدمت اي دواء، استمرت البكتيريا بالنمو. بينما اذا صار كومبينيشن لا، صار ديكلاين ان ذا نمبر اوف بكتيريا وذ تايم، تبين انه شلون مهم اقدر استخدم هذا السينرجستيك افكت بالثري. اكو اذر سيل وول انتي بكتيريال دراجز اللي هي الفانكومايسن. لحد هنا اكو احد عنده سؤال؟ الفانكومايسن مهم، ليش مهم؟ لانه وجدوا اكتيفيتي عنده ضد الاورجانيزمز المقاومه للبقيه الادويه، يعني مالتيبل دراج ريزيستنت عندهم، بما ضمنها الامار اس اي والانتيروكوكاي. لذلك بهذه الحالات الانفكشن سببها هاي نوع من انواع السترينز، اقدر استخدم الفانكومايسن في علاجها. الفانكومايسن الميكانيزم اوف اكشن مالته هو بكتيريسايدال، راح يصير انهبيشن للسنتسيس مالت البكتيريال سيل وول من خلال انهبيشن للترانسبيبتايديشن او ترانسجلايكوسيليشن، راح يثبط لي هذين العمليتين، وبالتالي يؤدي لي الى ضعف بالسيل وول، ما راح يعني ينبني بصوره صحيحه للسيل وول، ويؤدي الى دامج اوف ذا اندرلاينج سيل ممبرين، وبالتالي موت للخليه. فالترانس جلايكوسيليشن شنو هي هاي اللي تصير؟ بالنسبه هاي عمليه نوع من انواع البناء اللي تصير من خلال السيل ممبرين بين امينو اسيد واخر، واحنا قلنا انه دي الانين ودي الانين هذول، شوفون هسه هذا الرسم السنسيتيف، عندي هذا هو 3 بوليس، هذه البوليسكرايد لايرز، وهنا عندي 5 امينو اسيد بيبتايد، 5 امينو اسيد اخر اثنين هو الدي الانين، هذا راح يجي الفانكومايسين وراح يرتبط بالدي الانين، وبالتالي ما راح يخلي البنسلين بايندنج بروتين يجي يقوم بالعمل مالته، وراح يعني يصير ديث الخلايا. يعني التارجت مالت الفانكومايسين مو البنسلين بايندنج بروتين، هذا خاصه يعني مجموعه البيتا لاكتام، هنا التارجت راح يكون الدي الانينز اللي هو راح يرتبط بها، وبالتالي راح يعني يثبط لي الترانسبيبتايديشن وانهبيت السيل وول جروث. حالات المقاومه هسه راح ناخذ ليش يصير عندي ريزيستنت، راح يصير استبدال الدي الانين بغير امينو اسيد، يعني البكتيريا راح يصير عندها نوع من انواع الموديفيكيشن، يصير تحوير بحيث هذا التغير يكون يستبدلون امينو اسيد بدال ثاني، يعني بدال الدي الانين مثلا الدي لاكتيت،
دي الانين دي لاكتيت، وبالتالي ما راح يشتغل، ما راح يرتبط الفانكومايسين ويمنع البنسلين بايندنج بروتين من انه يقوم بالشغل مالته ويبني الجدار. لذلك هنا نشوف انه بحاله الريزيستنت ما راح يشتغل الفانكومايسين، بس راح يشتغل البنسلين بايندنج بروتين، وراح يصير عندنا هذه البايندنج اند بكتيريال سيل وول سينثيسيس. عندنا نارو سبيكتروم، they are effective against gram positive organisms only، يكون لايف سيفنج، ينقذون الحياة، لأنه بحالة الـ MRSA or the enterococcal infections. يعني دائما أنا عندي حائط صد أخير، لذلك من أعرف أنه أنا دواء هذا الدواء بس يشتغل على الـ gram positive، وخاصة الـ MRSA or the enterococcal، لازم يكون استخدامي له بحذر، ويكون مثل ما يقولون استخدام حكيم على مود اني امنع الريزيستنت لهذا الشيء. بعد يعني اني عندي هذا الدواء هو كانه بس هو نقول عندي الدور اسوي له مقاومه عاليه بعد الديفنس، يعني ضد هذا النوع من البكتيريا يكون ضعيف، ويصير عندي سيريس انفكشنز اذا تكونت هذه الريزيستنس. Oral vancomycin is يعني limited for potentially life-threatening antibiotic-associated colitis، يكون التهاب بالقولون اللي سببه Clostridium difficile. IV vancomycin استخدمه بالأشخاص اللي عندهم prosthetic heart valves، والأشخاص اللي يعني دي يصير عندهم زرع لبعض أنواع الديفايسز اللي بالجسم، خاصة بالمستشفى، لأن يعني عندي بالمستشفى عندي مثل ما حكينا سابقا الأمارة هي تكون عندي مشكلة. الفانكومايسين is not an alternative medication currently listed for dental prophylaxis procedures، ما يستخدمونه بالنسبة dentally فقط بالمستشفى قبل العملية. الريزيستنت يكون by plasmid mediated changes in permeability، يعني ما راح يعبر ويدخل للتارجت مالته. Decrease the binding of vancomycin to the receptor molecules. The vancomycin resists staphylococcus. يعني هذا الميكانيزم الثانية أدت لي إلى تكون strain مقاوم للفانكومايسين اللي هي كنا نخاف من عدها وصار. By the replacement of the terminal D-alanine by the D-lactate وصار عدي هذا الريزيستنت مثل ما نشوف أنه صار replacement D-alanine، يعني هذا المربع خلينا نقول بدال هاي الدائرة، وبالتالي صار نوع من انواع الريزيستنس بسبب هذا التغير بالامينو اسيد. الفانكومايسين بسبب حجمه الكبير not absorbed orally and does not cross the blood brain barrier، قلنا استخدامه orally only locally على مود اعالج الانتيروكولايتس الالتهاب اللي يصير بالقولون، وانطي slow IV infusion اذا اردت الشغل مالته systemic infection or for prophylaxis للاجراء الوقائي. من الضروري مرات بحالات اللايف ثريتنينج حالات التهاب السحايا استخدم combination vancomycin ويا السيفترياكزون على مود ينطيني هذا التاثير التعاوني واقدر اتخلص من الالتهاب اللي موجود بهاي قشره الدم. الاكسكريشن مالتها عن طريق الكدني، لذلك لازم انتبه بالاشخاص اللي عندهم رينال ديسفانكشن الدوز مالتها. الاعراض مالتها اعراضها سخونه فيبر تشيلز فليبايتس اللي هي يعني at the infusion site، يعني صار تدمير للفين اللي موجود على الانجكشن سايت الانفيوجن، وراح يصير عندي يسموه ريدمان سيندروم اللي هو نوع من انواع الاحمرار او فلاشنج نتيجه زياده بانتاج الهستامين اذا واحد انطوا اي في انفيوجن، يعني خلينا نقول بالمغذي، وهذا المغذي صار رابد سريع، يكون راح يصير عندنا ريدمان سيندروم. وعندي الاوتو توكسيسيتي بالنسبه سايد افكت اذا جرعه عاليه من الفانكومايسين يصاحبها طنين بالاذن وقد يكون لوس اوف هيرنج. Other cell wall antibacterial drugs هي الباسيتراسن. باسيتراسن هذا يعني شنو الفكرة مالته؟ هو هم بكتيريسايدل، يعتمد على الكونسنتريشن، وراح يصير عندي نوع من أنواع
infusion or insertion يعتمد على الكالسيوم، كأنه مثل إبرة، هاي الإبرة تيجي تزرف السيل ممبرين، وبالتالي السيل ممبرين راح يثقب ويصير له نفوذية لبعض أنواع من ال يعني ليك للأيونات خاصة البوتاسيوم، لذلك راح يصير inhibited defosphorylation مالت الليبيد كاريرز بالسيل وول، وبالتالي راح يؤدي لي إلى bacterial cell wall death. السبكترم مالته وايد سبكترم اوف اكتيفيتي ضد الجرام بوزيتيف والانيروبيك بكتيريا، بس اختصروا استخدامه بسبب النيفروتوكسيسيتي، ما يستخدموا سيستميكلي بس يستخدموا توبيكالي، ان توبيكال بريبريشنز يستخدمونه ضد بعض انواع من الانفكشن اللي سببها الجرام بوزيتيف اور اذر انيروبيك بكتيريا. Other cell membrane antibacterial drugs اللي هي الدابتومايسين. العفو أني قلت إنه الباسيتراسين هو اللي يسبب تثقيب، لا هو الدابتومايسين اللي يسبب، هذه يعني للتصحيح. الدابتومايسين هو اللي يسبب على الكالسيوم أيون يسبب ليك للأيونز. مثل ما تشوفون هنا أنا بالميكانيزم أوف أكشن، هذا يشتغل على السيل ممبرين، هذاك يمنع هذاك يسوي inhibition لل cell wall synthesis، هنا يصير يعني يصير rapid depolarization بسبب هذا الليكج مالة البوتاسيوم ايون. هذا الميكانيزم اوف اكشن مالته يكون يونيك، وهذا راح يصير عندي يعني ال cell bacterial cell membrane function راح ما راح يشتغل بالشكل الصح، وراح يصير عندي نوع من انواع الهولز اللي تصير اللي هي كالسيوم ديبندنت انسيرشن ان دي سيل ممبرين، وسبب الليك مالت البوتاسيوم. هذا ينطيني هم بكتيريسايدال افكت، اعراضها الجانبيه سبب لي الم بالعضلات، ويسبب لي هذا الرابتو مايولايسيس اللي هو نوع من انواع المسل توكسيستي، لذلك ما اخبطه ويا الستاتين هنا دراج دراج انتر اكشن بسبب هذه المسل توكسيستي. استخدام الدابتومايسين this is important for skin and skin structure infections caused by MRSA and is given once daily. They can be given IV. يعني واحد إذا دخل للمستشفى عنده التهاب جلدي ولام جراحة وأخذوا عينة من هذا السامبل، أخذوا سامبل وفحصوها لقوا أنه سببها هي MRSA، واحتاجوا انه دواء يستخدمون ضد هذا الشيء، استخدمه once daily at the long half life، واقدر انطيه parenterally، يستخدمون الدابتومايسين. كذلك الدابتومايسين هو ضد الفانكومايسين resistant انتيروكوكاي، هذا ادفانتج له جدا مهم بالنسبه للدابتومايسين. البوليميكزين another cell membrane antibacterial drug، يتألف من البوليميكزين B and E also known as cholecystin at the limited 4 gram negative bacteria only including Pseudomonas aeruginosa. الميكانيزم اوف اكشن مالتها نفس الفكره مالت الديترجنت، يعني المنظفات او المطهرات، راح يجي يذوب لي اللايبوبوليسكرايد كانه يحلل لي او يسوي بريك اب للبكتيريال سيل وول، وبالتالي من صار هذا البريك اب البكتيريا صارت exposed وراح يعني تموت. أنطي parenterally أما IV or IM، وأستخدمه يعني آخر choice بسبب الإكستريم نيفروتوكسيسيتي، كأنه جربت كل أنواع من الأدوية من الأنتيبايتكس اللي تشتغل على هذا المايكرو أورجانيزم وما ماكو إلى response، لذلك قد يلجؤون للبوليميكزين in serious diseases as a last choice a drug treatment. تشوفون انه هنا المقارنه بين ميكانيزم اوف اكشن مالت الدابتومايسين والبوليميكزين. الدابتومايسين مثل النيدلز اللي تجي تسوي بورز بداخل السيل ممبرين وتسوي لي ليك للايون للبوتاسيوم، رابيد يعني ليكج للبوتاسيوم فورم هولز، هذه تكون كالسيوم ديبندنت انسيرشن. وهنا البوليميكزين الاوتر ممبرين شلون يصير يعني هذا كل انواع الممبرين الاوتر اور انر ممبرين بما ضمنها
الاوتر ممبرين مالت الجرام نيجاتيف، لذلك يكون يشتغل على الجرام نيجاتيف، وشلون يسوي نوع من انواع البريك اب اوف ذا بكتيريال سيل ممبرين، وبالتالي البكتيريسايدال افكت مالته. هذا كل